صف وحناوي. اللي ما انضربش امبارح ينضرب بكره ولا ايه؟ اسال شيخ الغفر اهو عندكم جوه. اللي انا مستغرب له يا حاج عبد الخالق انك محمود قوي علشان شاهر، مع اني عارف والبلد كلها عارفه انك لا بتطيقه ولا بتطيق بيت اسماعيل الحسيني لا في سماء ولا في ارض. الحب والكره ما لهمش دعوه بالاصول يا علوان، الاصول حاكمه بشنين من يوم ما اتنشأت، والاصول هي اللي خلت نقف مع فتح الله الحسيني وخليه يسجن صابر ابن اخويا ويرحله ويرميه في جزيره العاصي لغايه ما يموت غريب ومنفيش. وقفنا مع الاصول يا علوان مش مع فتح الله، ودلوقت بقف مع الاصول مش مع شاهر. والاصول دي بقى بتقول ايه يا حاج؟ بتقول اللي يحطوا العمده ما يشيلوش غيره. واذا كان القرواني شيخ الجامع هو اللي ادانا الفتوى نعمل كده عشان يبقى جاي مقام العمده. القرواني بتاع ربنا وبتاع الجامع وعمره ما طمع في دنيا يا حاج، يبقى ملوش دعوه بامور الدنيا. الأصول بتقول كده طول عمرها متقسمة، الجامع لنسل الإرواني والدوار للحسين. الأصول بتقول كده. الأصول تقولتها كتير الليلة، بس دي بقى تنفع لما تحب تسرطن عقول الفلاحين وباقي عيلة الحسين، بس ما تنفعش معايا. يعني تقصد ايه يا شيخ الغافر؟ انا عايزك تعرف اني فاهم غرضك الحقيقي من الشعبطة في الاصول. وايه هو غرضي يا فصيح؟ انت عارف كويس ان شاهر ده اهوج خفيف مش راسي، وان كل يوم بيقعده على كرسي العمودية ولو مؤقتا بيسيء لاخوه وبيجمع الناس ضده، وان غيبة فتح الله لو طولت وشاهر طايح في البلد والخلق هتخرج العمودية من بيت عرفان وتطلع فتح الله من الدوار. علشان كده انت عايز شاهر يفضل، وما خلصكش ان الشيخ حامد يتدخل ويبعده ويحفظ العمودية لصاحبه. ولنفرض يا علوان انت يرضيك اللي بيعمله ولاد اسماعيل الحسين، يرضيك إن غفرك ينضربوا زي البهايم.